انطلقت أو أطلقت دار الأوبرا فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء. تضمنت الفعاليات مجموعة من الأعمال الغنائية العربية من تراث الزمن الجميل. تأكيدا على دورها الرائد في تقديم المواهب الفنية الشابة، أطلقت دار الأوبرا فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي يقام خلال شهري يوليو وأغسطس، وبدأت أولى حفلاته على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حيث أحيت الليلة الأولى البراعم الفنية الواعدة بمركز تنمية المواهب لفصل الدرامز تدريب وقيادة المايسترو ألفريد بركات. فكرة طبعا الفصل نفسه، احنا عشان عددنا كبير فابتدينا نفكر في فكرة ان احنا نعمل اول فريق على مستوى العالم، ان الآلة دي تتعمل لها منها مجموعات ويعزفوا مع بعض في آن واحد بنفس الشكل، بلس كمان ان انا معايا من سن 4 سنين ل60 سنة، وفي كل مقطوعة الناس هتسمعها النهاردة هتلاقوا من سن صغير لسن كبير جدا بيعزفوا في نفس المقطوعة وبنفس الشكل وبنفس الأداء وبنفس كل حاجة. انا فخورة جدا بوجودي النهاردة معاهم، وطبعا تحت قيادة الدكتور ألفريد بركات. بالنسبة بقى للتدريبات والبروفات، ده شيء أساسي ومهم جدا علشان نسقل الموهبة اللي عندنا، لأنه مما لا شك فيه إحنا عندنا موهبة فإحنا بنشتغل عليها. عندنا النهاردة ميوزك مختلفة. بقالنا كام اسبوع كده قاعدين بنتمرن، وبنزل لوحدي اتمرن. صراحه اول مره اجي احضر النهارده في الاوبرا، فا ام سو اكسايتد. يعني الصراحه هي اجواء محمسه جدا، يعني تخلي اي حد الصراحه يتشجع ان هو يجرب يجي يلعب، يعني يبقى يجوين التيم بتاعنا. قدم العازفون في ليلتهم الاولى باقه متنوعه من المؤلفات الايقاعيه المميزه، بالاضافه الى مجموعه من الاعمال الغنائيه العربيه واغاني من تراث الزمن الجميل، الى جانب باقه من الاعمال العالميه والغربيه. انا احد اعضاء الدرامز تيم، اوكي، وعزفت 100 سنه سينما وقادرين نعملها. محمد حمائي. الاجواء هنا انا اول مره اجربها، وصراحه مبسوط قوي بوجودي اول مره هنا. انا بعزف مع الدكتور بقالي اكتر من 8 سنين تمام، ودي مش اول مره النهارده نعزف في الاوبرا وبالذات في المسرح المكشوف. طبعا الاوبرا من اقوى الخطوات اللي احنا ممكن نعزف فيها، وهي حاجه جميله جدا، ويشرفنا ان احنا النهارده نبقى موجودين في الاوبرا. انا كنت في كورال اطفال الاوبرا، ودلوقتي انا في كورال وزاره الشباب والرياضه، وبلعب درامز مع دكتور ألفريد. وامنيتي الوحيده ان انا ابقى لاعب درجه اولى في نادي الترسانه. بقالي سنه في الدرامز وبعزف 100 سنه سينما، وبعزف قادرين نعملها، وبعزف تامر حسني. بعرف اعزف امي وقادرين نعملها، وطوبه فوق طوبه، و100 سنه سينما وقدها. بعرف اعمل امي وقادرين نعملها وقدها وطوبه فوق طوبه. تستمر فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفي حتى 10 من شهر أغسطس القادم، بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية المتميزة، بالإضافة إلى حفلات الواعدين بمركز تنمية المواهب التي تقدم مختلف ألوان الإبداع. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.